تيجي نقف ونقول قدوس أنت الله. هللويا. قدوس أنت يا الله. حضورك ربي ما أبهى جمالك يسوع. ما أحلى حضورك ربي. رب حاضر ومالي المكان بمجد. ما أبهى جمالك يسوع. We'll be right back.
واحدة سألت منك أن أسكن في هيكل قدسك. مثل هؤلاء الساجدون له بالروح والحق، مش كده؟ ارفع ايدك قدامه قول له جاي اسجد لك انت وحدك. واحنا هنعيد القرار ده مره تانية، قول له اعبدك ارفعك، قول له جاي عليك انت، جاي ارفعك لانك مستحق، جاي اقدم سجود حقيقي. اذا كنتش قادر تسجد بجسدك اسجد بقلبك، وخلي قلبك مليان بالسجود، مليان بالعرفان بالجميل، مليان بجود الرب واحسانه. قول له اعبدك أرفعك، وأنا جاي أدخل لقدس الأقداس عشان أعبدك وعشان أعليك وعشان أعلن أنك وحدك السيد، وحدك القدير، وحدك الملك. هللويا. أعبدك أعبدك. Oh.
قول له كده اسمك قدوس، اسمك عالي ومرتفع. قول له كلام يليق بيه النهاردة، قول له كلام يمجد اسمه. يا رب بمجدك أنا وإخواتي النهاردة، بنعليك لأن اسمك قدوس، لأنك اسمك يهوى، لأنك اسمك هو أمس واليوم وإلى الأبد لا تتغير. الاسم والإله القدير الذي لا يعتريه تغيير ولا زل دوران. ما أمجدك ما أوجدك، بعلي اسمك يا رب أنا وإخواتي النهاردة. يا رب النهاردة بنقدم تسبيحاتنا وعبادتنا ليك وحدك، مشغولين بيك يا رب النهاردة. قلبنا فايد بالحب ليك، بفايد بعبادة تليق بيك، انك القدوس الجالس وسط تسبيحات شعبك. هللويا هللويا، انك بار في كل طرقك ورحيم في كل اعمالك. نغني ونهتف وننغم بجبروتك، ما امجدك ما اعظمك. هللويا 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 هللويا. تعالوا نفرح ونعلي الملك القدير. أفرح وهلل وأرنم، وهبني حياته وربي أحبني، ربي تمجد في حياتي، ربي خلصني بررني بدمه. هللويا يا رب. يشرق على حياتنا بغنى ومجد كده، فنشوفه كده وتتغير الصورة اللي كلها إحباطات وحاجات كتير. انسى الكلام ده، لأنك هتشوف الملك في حياتك. أمين. لو أنت هتشوفه بالإيمان هتشوفه. لو بتسمع كلامه، الكلام حلو، الكلام ممكن يبقى حلو ممكن يبقى وحش، يتغير. لكن ثبات الرب إلى الأبد لا يزول لا يتغير، لا يعتري تغيير أو زل دوران.
نفسي اقرا ايات في مزمور 37، ثلاث اعداد بس، 37 16. لو موجودين هنقراهم مع بعض، لو مش موجودين اسمعوهم وموجودين اهم. نشكر الرب. يلا بينا مع بعض كده. القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين، لأن سواعد الأشرار تنكسر وعاضد الصديقين الرب. الرب عارف أيام الكملة وميراثهم إلى الأبد يكون. عدد 19، لا يخزون في زمن السوء وفي أيام الجوع يشبعون. مين مصدق كده؟ إن في وسط الزمن ده مش هنخزى، في الزمن اللي مليان سوء في كل حتة مش هيحصل سوء لينا، وهنشبع وهنرتوي بالملك. يمكن حصلت حاجات في حياتنا كتير صعبة، تعاملات الرب متغيرة من واحد للتاني. لو أنا قلت ده يحصل معايا اللي حصل مع أخويا، مالكش دعوة. بص على الغني اللي بيقول لك لا يخزون في زمن السوء وفي أيام الجوع يشبعون. مكتوب كده الآية اللي سوري الترنيمة اللي جاية بتقول عدد 2 تقريبا، عندما يعد هو يفي، لا يخزى من آمن به. تحط ثقتك فيه، تحط ثقتك فيه. لو انت قادر تقف، يلا نقف نسبح نهتف لك وتمتلي الارض من تسبيحك. لا يسقط وعد، حتما سياتي ونرى ايه، سنرى المجد. امين. قول ارى المجد، ارى المجد. هللويا. مغفورة. أنا بك عيوبي مستورة، وفي قلبي وعمري محفوظ.
كله بص عليه وحده. وانا مش هبص على نفسي على عكس خوفي ونفسي. انت تملاني يا رب حبك وسلامك. انا عندي الان بيك ليا قبول والعرش النعمة والبص الاقداس دخول. انا عندي الان بيك ليا قبول والعرش النعمة والبص الاقداس. يسوع عمري مليان بالتسبيح ولساني هيكتب ويرنم يعلن عن مجدك. بيك يا يسوع المسيح عمري مليان بالتسبيح ولساني هيكتب ويرنم يعلن عن رفعك. وهرفعك في وسطينا وتفرح قلبك أبدي. شفيفنا تعترف باسمك ونقول وهنرفعك. شفايفنا تعترف باسمك ونقول بنحبك. انا عندي الان بيك ليا قبول والعرش النعمه والقدس الاقداس دخول. انا عندي الان بيك ليا قبول والعرش النعمه والقدس الاقداس دخول. هللويا هللويا. لأن كل الضمان في دم يسوع. أنت مقبول. عشان كده افرح في محضر رب أنك ابن غالي وبنت غالي على قلبه. هللويا. أنا عند الآب بيك لي أقول أشكرك لكل القبول وكل الرعاية وكل الإحسان وكل المراحم. هللويا. تعالوا نقول للرب رعاية وهو كفايتي. يا رب مش عايز غيرك. انت كفايتي. يكفيني انك تبقى بقربي. يكفيني تبقى مالي حياتي. يكفيني ان خير ورحمه يتبعاني كل ايام حياتي وبيت ربي اسكنه. هللويا. شكرا ليك سيدي لأجل مراحم لأجل إحسان لأجل جود لأجل كفاية حبك. شكرا ليك لأجل رعايتك لينا لهذا الوقت. لم نرى صديقا تخلي عنه
ولا ذرية له تلتمس خبزا. أشكرك أشكرك لأنك تشرق شمسك على الجميع. أشكرك لأنك مراحمك إلى الأبد تزول. أشكرك أشكرك لأنك موجود وسطينا. أشكرك لأنك جايب إعلان حي كل واحد واحدة فينا. خلي عينينا مفتوحة لك وقلوبنا مزغية ليك. ليك كل الإكرام والمجد إلى الأبد. أمين. شكرا للرب. في هذه الأيام المباركة اللي فيها نتذكر، حتى لو كنا عيدنا قبل كده وهنعيد تاني، لكن الحقيقة بقيامة المسيح صارت أيامنا كلها أعياد. وجدير ومهم جدا ان احنا نتذكر ما صنعه المسيح من اجلنا. والحقيقه الصليب والقيامه هما صلب ولب واساس الايمان المسيحي. ونفسي نربط مع بعض في طريقة تفكيرنا الصليب بالقيامة، لأن الكتاب بيتكلم على أن الموت ابتلع إلى غلبة. إزاي؟ بالقيامة. فلو كانت المسيحية صليب فقط لكانت مسيحية الضعف والذل والمهانة وعدم تحقيق الشفاء الحقيقي لداء النفس البشرية. لكن ما يعطي للصليب قيمته الحقيقية هو باقي السلسلة، قيامة المسيح من الأموات. وأنا بقول إن دول عبارة عن وجهين لعملة واحدة. فيبقى كويس لو ربطنا دايما في إيماننا، والنهاردة هنتكلم على إيمانيات، حتى لو كانت هناك بعض هذه الإيمانيات اللي نعرفها وسمعناها قبل كده، لكن مهم جدا ان احنا كمؤمنين وكأولاد للرب نبقى فاهمين كويس جدا ونستطيع ان نجيب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، ونبقى عندنا الإجابة لان عندنا الفهم لمعنى الصليب، حقيقة الصليب، وأن الصليب لم يكن في حد ذاته واقعة منفصلة عن باقي سلسلة عمل المسيح الكامل فوق الصليب، لكن كان الصليب سلسلة، حلقة من السلسلة، وباقي السلسلة هو أن المسيح قبر ودفن وقام في اليوم الثالث، وأنه صعد إلى السماء، وأنه سوف يأتي ثانية ليأخذنا حتى حيث يكون هو نكون نحن أيضا معه. هام جدا أن احنا نربط هذه الأمور ببعض. عشان كده الحديث عن الصليب والقيامة كأساس صلب للإيمان المسيحي هياخدنا أن احنا نمسك العهد القديم ونربطه بالعهد الجديد. فالصليب بدأ من التكوين وهو يسير، وكأن حتى نهاية الكتاب، وكأن هناك الخيط القرمزي الذي يربط
كل نسيج الكتاب المقدس بعهديه في فكرة وفي صورة واحدة، وأن موضوع الكتاب المقدس بعهديه هو حقيقة ما صنع المسيح وموته وقيامته وقيامنا نحن أيضا معه وإعداده لخلاص البشرية. إذن المسيحية بدون الصليب والقيامة هي عبارة عن فلسفة ليس لها بعد أبدي، هي عبارة عن ديانة أخرى من الديانات الموجودة في العالم. لكن ما يميز المسيحية عن أي دين آخر أو فلسفة أخرى هو أن الوحيد الذي قال أنه هو الطريق والحق والحياة الحياة، وأنه هو الحي الذي قال لإني أنا حي فأنتم أيضا ستحيون، والذي قال أنه ليس إله أموات والذي قبره فارغ عندنا حتى هذا اليوم، هو شخص الرب يسوع المسيح، صورة الله غير المنظور، الله الظاهر في الجسد الذي لا يستطيع الموت أن يحتويه في قبر، ولا يمكن للهوية وكل خدع وكل خيوط وكل مسامير الشيطان والجحيم يمكنها، وأوقد استطاعت بل عجزت عجزا كاملا أنها تمسكه عن أنه يقوم لأنه حي. عشان كده نحن نعبد إله حي، وهذا ما يميز المسيحية عن أي دين آخر. لما رحنا للأماكن المقدسة لازلت أتذكر إلى هذا اليوم مدى تأثير ما رأيت أن القبر فارغ حتى هذا اليوم، والحجر مدحرج، والمكان الفارغ أصبح مزار، أنه حقا قام، بالحقيقة قام. إذن ونحن نتحدث عن الصليب نتحدث عن هذه السلسلة المباركة والمقدسة. هقرا مع حضراتكم شاهد واحد من أعمال الرسل أصحاح 10 عدد 42، وبعدين هقرا عدة أعداد من سفر العدد أصحاح 21 و عدد 4. طيب أبدأ من سفر العدد أصحاح 21، وده كان عليه حديث طويل من قبل. سفر العدد أصحاح 21، وارتحلوا من جبل هور في طريق بحر صوف ليدوروا بأرض آدوم، فضاقت نفس الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا؟ بيكلموا اتنين، بيكلم مين ومين؟ الله وموسى. يا سلام، أوكي. لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. فأرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحياة. فصلى موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى: اصنعوا لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس
يحيى. وعايز بس أوجه نظر حضراتكم إلى حقيقة هامة، الحياة ما انقطعتش، الرب ما خلصش من الحياة، لكن الحياة ظلت كما هي وظلت تلدغ المتذمرين. إذن الله لم يرفع الحياة، لكنه عمل إيه؟ أوجد علاجا للدغة الحية. ومرات كثيرة يعني يأتي أو يدور أو يظن البعض أو يقول البعض أن الرب رفع عنهم هذه الحياة، لا، هو ما رفعش الحياة، لكن أوجد علاجا لسم الحية. وهذا ما سوف نراه، كيف فعل هذا أيضا في الصليب. والآية الأخرى اللي بيتكلم على أنه له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، ودي موجودة في أعمال 10:43. تاني، له يشهد جميع الأنبياء. لما يقول يشهد جميع الأنبياء معناها بيعمل إيه؟ بيرجع للعهد القديم. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. تكلم يا رب بروحك القدوس إلى كل قلب فينا، وثبت هذا الحق المقدس، واعطنا أن ندرك وأننا نعي الحب الذي لا يحد ولا يعبر عنه، ولا توجد قواميس تصفه، ولا توجد أقلام تستطيع أن تنسخ حقيقته، لكن أعطنا نعمة بالروح القدس أننا ندرك هذا الحب فنحترمه ونقدره ونقدر هذا العجيب المحب الفادي الذي قدم حياته نيابة عنا، وهكذا نرد الحب ونبادل الحب بالحب ونقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. تكلم إلى كل قلب متكلم وسامعين في اسم المسيح، آمين. كتبت البي بي اس الببليك تلفزيون هذه الكلمات، قالت أن الديانة الوحيدة في العالم هي الديانة المسيحية التي تفتخر بمهانة وعذاب مؤسسها إلهها، وتفتخر بهذا الذل علانا. تكلم عن الصليب. في كورنثوس الأولى 1:18 يقول بولس الرسول: أما أنا فحاش لي أن أفتخر. متأسف، دي غلطية. بيتكلم على أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص. وبعدين قال إن دي بالنسبة لليهود عصرة، وبالنسبة لليونانيين جهالة. مش ده اللي بتقوله البي بي اس؟ جهالة، ناس غريبة جدا بتفتخر بذل ومهانة إلهها. وفي غلاطية 5:11 اللي كان معانا وإحنا بندرس رسالة غلاطية في آخرها، بيتكلم بولس عن عصرة الصليب. إيه عصرة الصليب؟ إيه قصة الصليب؟ الصليب قسم البشرية والناس إلى قسمين مختلفين، قسم يهزأ ولا يعبأ ولا يرى في الصليب إلا الضعف والذل والمهانة، وقسم آخر غير عمل الصليب والمصلوب حياة الإنسان فحوله تحويلا جذريا وغيره وخلقه خليقة جديدة. فهنا المختبر وهنا الذي يستخدم العقل والمنطق. فاليونانيين دول كانوا ناس بتوع الفلسفة، فعايز تكلمه كلمه بحاجة تقنعه ذهنيا، فما تقوليش ان واحد يموت شر ميتة
ويعذب، وفي الآخر تقول لي إن هذا الشخص هو الله الظاهر في الجسد الذي أحب الناس. واليهود ينظرون إلى المسيح ويقولوا أننا كنا ننتظر مسيا ملك آتي يخلصنا، هينتصر على أعدائنا، هينصرنا على الرومان، وسيرد لنا الكرامة وللدين اليهودي وليهوديتنا الصورة اللائقة بها. لكن رأينا هذا الذي قال أنه المسيا أنه في النهاية قد صلب بين لصين ومات معلقا على الصليب، وهكذا قسم الصليب الناس إلى قسمين: قسم المستهزئين، قسم الذين يعتبرونه عارا، وقسم الذين اختبروا قوة الله للخلاص. لكن عايز أقول إن الصليب مش ظاهرة أو حدث أتى علينا في بداية بعد مجيء المسيح في السنين الميلادية، لكن الصليب في واقع الأمر كان في مقاصد الله، وهو موجود من بداية سفر التكوين حتى سفر الرؤيا. ورسالة الصليب رسالة قائمة، وإيمان مسيحي بدون الصليب هو عبارة عن مستشفى لا تقدم دواء لمرضها، وعبارة عن إنسان ضايع لا يجد لنفسه المنقذ والفادي. لكن في الصليب رأينا كيف بدأ الله من سفر التكوين أصحاح 3، لما الله أعد العدة، لأنه كان يعرف أن الإنسان سوف يسقط، فلم يفاجأ الله، لكن بيتحدث الكتاب عن أن الخلاص كان معد، الله اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. الرب ما تفاجئش وقال وبس هنعمل ايه دلوقتي، الشيطان اوقع الانسان والانسان سقط في الخطية. لا، الله يرى كل شيء قبل ان يبدأ، فهو كان قد اعد الخطة لخلاص الانسان. وعليه جاءت الكلمات الشهيرة التي قالها الرب: واضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وابتدى البعض في الأيام الأخيرة وفي الموضة اللي بدأت تظهر على ساحات الكنائس الإنجيلية إن الحية دي ليست رمز للشر وليست رمز للشيطان، لكنها كانت رمز للحكمة. عرفش جابوا الحكمة دي منين، أي حكمة يتحدثون عنها؟ يمكن بيتلككوا لما المسيح قال كونوا حكماء كالحياة، فقال لك يبقى رمز للحكمة، وكأن المسيح بيقول لنا خليكوا زي الحياة، يعني خليكوا خبثة، وكأن المسيح يدعونا لحياة الشر والخديعة والغش والرياء. حاشا، لم يتحدث الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد على أن الحية رمز للحكمة ورمز للمعرفة ورمز لأي ما هو إيجابي. لكن في واقع الأمر تحدث الكتاب بكل وضوح على أن الحية رمز للشيطان، وقال الرسول بولس بصريح العبارة هذه الكلمات: أخاف عليكم، كان بيكلم كنيسة كورنثوس، أن الحية القديمة تخدعكم كما خدعت الحية القديمة حواء بمكرها، وتفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع. طب يا عم الكتاب هو واضح بيقول لك إنها تشبيه للحية، وهنا في تكوين 3 بيتكلم بكل وضوح إن الحية جاءت في عدد في أصحاح 3
فقالت للمرأة، بيتكلم عن الحية، والحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ طبعا الرب ما قالش كده. فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، أما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه، وضافت: ولا تمساه لألا تموت. فقالت الحية للمرأة: لن تموت. يقول لك كانت عندها معرفة غير عادية. بص، كانت عارفة ان هم مش هيموتوا، بل الله عالم انه يوم تأكلاني منه تنفتح اعينكما وتكوناني كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة ان الشجرة جيدة للأكل. شوفوا الوصف التفصيلي اللي بيلمس تفاصيل حسية تلمس حواس الإنسان، من نظر، من مذاق، من جمال. وبعدين يقول لك دي رموز، مش عارف ازاي دي كلها تبقى رموز. فرأت، بتهيألي رأت يعني شافت بعنيها، مش عارف الرمز هنا بقى ايه. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، يعني شافت شجرة عليها ثمار، وهذه الثمار بدت لها أنها جيدة للأكل، وللتأكيد وإنها بهجة للعيون. لما تبص عليها كده جميلة وجذابة، حواس كلها بيتكلم على حاجة حقيقية وليست رموز. وأن الشجرة شهية للنظر. عايز ايه تاني؟ هذه الحواس شغالة كلها عشان يثبت التفاصيل. فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وصارك الله عارفين الخير والشر، وعلم أنهما عريانان. يقول لك بص، ما ماتوش، كلوا من الشجرة، وزي ما احنا شايفين والتفاصيل بتاعت سفر التكوين، they didn't drop dead، ما وقعوش وماتوا، صح. لكن خلي بالك ماذا حدث؟ سقطوا وجاءوا ودخلوا في الموت الروحي في الحال، انفصلوا عن الله، أدرك أنهما عريانين، وبعد كده اضطردوا من الجنة، وبعد كده ماتوا. إذن حدث موت روحي في الحال، وأجل الله الموت الجسدي لأن لسه ما كانش فيه خليقة، لكن بتوقيت الله ماتوا، طردوا الأول من الجنة وماتوا. ولم يصيرك الله، لكن عرفوا إن هم عريانين، وإن ما بقاش مجد الله اللي كان بيغطيهم بيغطيهم، فخطأ وراغطين، قالوا نعمل حاجة نستر نفسنا من اللي احنا فيه. فالصورة واضحة كل الوضوح، صورة الحية القديمة أحيا الجميع حيوانات البرية، يمكن تعني أحيا الأجمل في أصل اللغة، ويمكن أن تعني أيضا أخبث أو أدهى، لكن على أي حال الصورة واضحة كل الوضوح، ويؤكدها الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، ويؤكد حقيقتها. نسل المرأة، جاء المسيح مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، تم ما هنا كان يتحدث عن المسيح، نسل المرأة الذي جاء من القديسة المطوبة مريم، ولم يأتي ببذرة بشر، لكن الذي حبل به فيها كان من الروح القدس. كلنا عارفين هذه الحقائق. أمال الناس دي بتعمل ايه؟ بتعمل بحوث عشان يشككونا في الحق الذي بين أيدينا. عشان كده مهم أن ندرك
ونفهم ونعرف ونعي كلمة الله وما تقدمه. وبعدين بنشوف في إنجيل في سفر التكوين أصحاح 15 وعد الله لإبراهيم، قال له يعني ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم، ما عنديش ولد، وانت قلت انك هتديني بركة والبركة دي تبقى من نسلي من صلبي، وانا ما عنديش لا نسل ولا صلب ولا ولد، ماذا تعطيني وانا ماضي عقيما ومالك بيتي هو لعازر الدمشقي؟ انك لم تعطي نسلا، هو ذا ابن بيتي وارث لي. فاذا كلام الرب اليه قائلا لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. عدد 6، فآمن بالرب، آمن إبراهيم بالرب فحسبه له برا. انتوا عارفين آمن بالرب فحسبه له برا، الآية دي معناها ايه؟ معناها الإنجيل. آمن بالرب فحسب له برا أو حسبه له برا، معناها أنه آمن بقلبه بوعد الله المعطى له 500 سنة قبل الناموس، وقرابة 13 سنة قبل علامة الختان. إذن وعد الله إبراهيم بأنه يعطي له نسلا، وأن في نسله تتبارك جميع قبائل الأرض. عشان كده بيشرح لنا في غلاطية 3:13 أن الذين آمنوا بالمسيح هم بحق أولاد إبراهيم الروحيين. إذن هنا كانت رسالة الإنجيل الإيمان بمواعيد الله فيصير لنا هذا برا. ورأينا في سفر التكوين أصحاح 22 أيضا عمل الفداء وتقديم الأب ابنه ذبيحة فوق جبل المورية، الصليب تاني. وهكذا نرى هذا الخيط القرمزي يتخلل كل نسيج الكتاب المقدس. ثم ننتقل بعد ذلك، وهذا الوعد خلي بالك الذي أعطي لإبراهيم كان قبل الناموس، والذي أعطى هذا الوعد كان الله، وكان من ناحية الله فقط وليس هناك دور إنساني. لأنه فاكرين لما قطع العهد معاه ما كانش إبراهيم في حالة الصحو، ما كانش إبراهيم بيتمشى بين القطع وبين اللحم الذي كان قد شق، الطيور اللي شقت إلى 2، لأنه كان من ناحية واحدة من جهة الله فقط، فما كانش محتاج إبراهيم يتحرك. فأعطى الله الوعد غير المشروط، المشروط غير المشروط، لأنه لم يدفع فيه شيئا ولم يقبل فيه شيئا، قدمه الله دافعا الثمن بالكامل، وما كان على إبراهيم إلا أن يقبل. هذا ما فعله الله. عشان كده لما يجي الناموس لا يبطل مواعيد الله، لما يجي الناموس ما يلغيش الوعد والعهد الذي قطعه الله. عشان كده هذا الوعد وهذا العهد ساري المفعول حتى مجيء المسيح. لكن صورة أخرى يصورها لنا الكتاب المقدس في سفر العدد أصحاح 21، وهي صورة رائعة وجميلة، لكن للأسف الشديد أيضا حاول البعض تشويهها. يقول لك شفت يوحنا 3:14، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. يبقى الحية المسيح يشبه الحية، المسيح يشبه الحية. يا سلام،
لا توجد آية في الكتاب المقدس آية واحدة تقول أن المسيح يشبه الحقيقة. وهذا الحقيقة فكر ليس كتابي، لكنه فكر غنوسي، ليس فكر الله. إيه اللي حصل؟ تزمر الشعب، ولما تزمر الشعب ماذا حدث؟ ابتدوا يقولوا لموسى ويقولوا لربنا، هو أنتم طلعنا من أرض عشان نموت في البرية، بحيث ان احنا لنلاقي اكل ولا شرب ولا خبز ولا ماء، وسائمنا هذا الطعام السخيف. هو مش سخيف يعني سلي، كلمة سخيف معناها خفيف، ما بيملاش معدتنا يعني، حتى لا يساء فهم الكلمة. هذا الطعام الخفيف يعني الطعام اللي هو مش رابط معدتنا، ده يعني سايبنا جوعانين، مطلعينا في البرية نجوع. فأرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة، فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا، استكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب ليرفع عنا هذه الحياة. ما رفعش الحياة كما يظن البعض، لكن الحياة كانت لسه موجودة ولسه بتلدغ. أمال إيه اللي حصل؟ قال اللي تلدغه حية تحط حية نحاسية فوق راية في مكان عالي، واللي يتلدغ اللدغة السامة ويصدق ويرفع نظره إلى هذه الراية، على الحية التي على الراية، يبرأ. العجيب النهاردة تاخدوا بالكو الأجزخانات، عارفين العلامة بتاعت تعبان الحية، واخدنا من الفكرة على الرأي. ألا يعني اللي يلدغ من الحية لا يحتاج أن يصلي؟ لا، غريبة أوي، مش محتاج يصلي؟ لا مش محتاج يصلي. أمال محتاج يعمل إيه؟ محتاج يؤمن بالذي يحرر من سم الحية. لازلنا مع كل هذه التعاليم الكتابية لا نمارس الحق الكتابي. حينما تلدغ من الحية، حينما ينجح العدو في أنه يسقطك في الخطية، أنت تحتاج أن ترفع نظرك بالإيمان للمخلص الذي تطلب من كل قلبك أن يحررك. إذن هي عملية إيمانية تصدقها. لو قلت أنا يعني مش قادر، طب أقول لك إحنا شايفين صور كتيرة بدأت تشوش على الصورة المرسومة أمامنا، لكن الواقع إن الحل كان في الحية النحاسية اللي على الراية العالية. وهذه إشارة كما رأينا، كما قال، كما رفع، يعني مثال، يعني رمز. العهد القديم كان رموز مخبأ فيها العهد الجديد، وهذه الرموز رأيناها بكل وضوح بعد مجيء المسيح في العهد الجديد. فالعهد الجديد كان مخفى في القديم، والقديم أعلن في الجديد. القديم، العهد القديم كان مخفى، العهد الجديد كان مخفى في القديم، زي ما شايفينه بيتكلم عن المسيح قبل ما يجي، والجديد أعلن وأظهر كل هذه الحقائق التي كانت مخفاة. إذن التشابه أو التشبيه ليس أن المسيح هو الحية كما يدعي المهرطقين، لكن كما على نفس النظام. ده رمز للي حصل. إيه الرمز؟
المسيح قال وأنا إن ارتفعت، هللويا، أجذب إلي الجميع. كان يتحدث عن أي تميتة ينبغي أن يصلب بها. كان المسيح يتحدث عن أنه إذا ارتفع يجذب إليه الجميع. هذا ما كان يتحدث عنه. هو الذي علق على الخشبة على الراية لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هللويا. هذا ما فعل المسيح على الصليب. الصليب آدة الموت، الصليب وسيلة التعذيب الرومانية، تتحول إلى مصدر لخلاص الإنسان. هذا ما يسمى بعثرة الصليب. مش عثرة الصليب إن المسيح رغم أنه كما يقول البعض كما كان المسيح كاملا أعظم الأنبياء ومات على الصليب، وإزاي ربنا يقتل نبي من أعظم أنبياء الله، وده يبقى ظلم. لا مش دي العثرة، مش العثرة إن كيف يموت هذا القديس القدوس الذي لم يفعل خطية ولم يوجد فيه فم غش. مش دي العثرة، ده نموذج. أمال إيه العثرة؟ العثرة أن هذا القدوس البار الذي مات أشر ميتة وعذب وتحمل الآلام وحجب الآب وجهه عنه وعانى كل هذه المعاناة التي كلنا نعرفها، أن من خلال كل هذا يخرج خلاصا للإنسان. هذه هي عثرة الصليب. ما تقوليش إن اللي حصل ده كله يغيرني ويحررني. اديني كلام منطقي يدخل دماغي، قولي حاجة كده أنا أعملها وأنا لي القدرة وعندي المقدرة إني أعمل حاجات أقدر أكفر بيها عن سيئاتي وخطاياي ونقائصي. لكن تقولي تبص للمصلوب وهذا الذي صلب، إذا قبلت بالإيمان من غير ما تعمل حاجة خالص تخلص وتبرأ، هذه هي عثرة الصليب. وأنا عايز أقول لكم أن في عثرة للصليب وفي عثرة من المصلوب، اللي بيقول عنه بطرس أنه إن المسيح الحجر المرفوض صار رأس الزاوية، اللي قال عنه إنه رفض هذا الحجر وأن هذا الحجر من سقط على أحد يسحقه وإن سقط هو أحد عليه يتردد، يعني اللي هيتصدم بيه هيتأذي. وياما ناس في هذا العصر وللأسف الشديد أعدادهم تتزايد يتعثرون ويترددون ويقعون على حجر المسيح رافضين إياه. مش دماغهم أكبر، ما تقوليش صدق وآمن، انت قولي أنا عندي مقدرة، انت بالطريقة دي بتسلب مني قدرتي وموهبتي، وكأني أنا يعني واحد كل اللي هعمله إن أنا صدق إن أنا ما عملش أي حاجة وتقولي تخلص. رأى الإنسان نفسه ووضع نفسه في مكانة يظن فيها أنه يستطيع أن يخلص نفسه، رغم أن الله ترك الإنسان سنين هذا عددها ليكتشف في النهاية أنه عجز عن أنه يتمم وصايا الناموس الشريعة الإلهية، وكان يخطئ ويسقط ويقع تحت الدينونة وتحت حكم الموت، إلى أن قال الكتاب الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد.
كله بلا استثناء. لكن في ملء الزمان، أي في الوقت المعين والمحدد من الله، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس، في توقيت الله المعين، بعد أن أثبت الإنسان عجزه وفشله وفهم أنه ناقص لا يستطيع أن يصل إلى الله، لأن اللي كان يغلط في واحدة يبتدي من الأول وجديد كأنه أخطأ في الكل. وأثبت الإنسان أمام الناموس عجزه المطلق أن يرضي الله بأي طريقة. اوعى تفكر ان الناموس، حتى اللي كان هيعمل الناموس كان هيروح السماء. لا، الناموس لا يخلص. تخيل انت مثلا في السيتي اوف انهايم، السيتي اوف انهايم عاملة قوانين معينة زي بقية المدن التانية، ويقول لك لو قفشناك وانت بتعدي والإشارة قلبت أصفر وانت دخلت في الأصفر وقلب أحمر، هتدفع غرامة تبقى داخل في الأحمر، لأنك لما تشوف الأصفر لازم تقف. لو دخلت في إشارة حمراء وخبطت في عربية تانية ولا قدر الله أزيد حد، تقع تحت طائلة القانون، بقيت لايبل، بقيت مسؤول عن نتائج الحادثة بتاعتك. لو سبت عربيتك في مكان محطوط عليه ساين بيقول نو باركينج وخدت غرامة، ما ترجعش وتلومنا لأن احنا حذرناك. دي كلها بدايات. لكن ايه رأيك في آخر السنة لو ما خدتش ولا تيكت، لو ما دخلتش في نور أحمر، لو وقفت عند كل إشارة صفرة، لو ما عملتش ولا حادثة، لو ما أزدش ولا واحد، بيدولك إيه؟ ولا حاجة. أنت احترمت القانون لأنه فرض عليك وعليك أن تحترم القانون. ده بالضبط الناموس، الشريعة. أنت كل اللي بتعمله تطيع الشريعة، لكن الشريعة لن تخلصك، لأنها في وقت من الأوقات هدينك وتبتدي من الأول تاني، زي ما بيعملوا هنا. يقول لك بعد 5 سنين، بعد 7 سنين، في ناس تاني يقول لك بعد بلي 15 سنة ما خدتش ولا تكت، وبعد 15 سنة أخد غرامة وأخد تكت تقعد على السجل بتاعي 5 سنين عشان ريكلس درايفنج. أهو ده. طب واللي فات ده كله ما يشفعش؟ ملوش علاقة. هذا هو الناموس، صورة مبسطة لما هي الشريعة. الشريعة تضبط وتحكم وتدين وتعاقب، لكنها لا تستطيع أن تنقذ، تبرر، أو تنتشل الإنسان من نقائصه وضعفاته. لذلك كان الإنسان يحتاج إلى مخلص، يحتاج إلى الذي رفع على الراية، يحتاج إلى أن النظر إليه، كلما نظروا إليه استناروا. اللي أصيب ولدغته الحية وسم الخطية بالإيمان يرفع نظره إلى المسيح ويصرخ إليه. كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. تلاحظوا ان في حاجات ما قال لهمش موسى يعملوها، ما قال لهمش تعملوا دواء او تشوفوا لكم مرهم عشان لما تصاب وتتلدغ وتتلسع من الحية تحط المرهم ده تخف. مفيش مرهم، مفيش وسيلة، لا يوجد علاج بهذا المعنى. ما قالوش لما تلاقي واحد تاني لدغ من الحية وتساعده وتحاول انك انت تربط مكان اللدغة وتفضي السم لانك ساعدت الاخرين، اذا لدغت انت
ستساعد أنت أيضا. عمل الصالح ما فيش الكلام ده. قال له أصلا أنا عندي وصفة بس غالية شوية، عايزة لازم تبقى راجل مقتدر عشان تقدر تشتريها لكي تبرأ من دائك. لا يوجد داء يشترى لكي يوقف سم الحية التي لدغت الإنسان. ويقول أنا حية نحاسية، وكلنا نعرف أن النحاس في الكتاب المقدس يشير إلى الدينونة. ففي سفر الرؤيا يتحدث عن المسيح ويقول وسمعت من ورائي صوت كأنه صوت بوق، وابن شبه ابن الإنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومغطى بمنطقة عند ثدييه من ذهب، ورجلاه محمتان كأنها أتون نار من النحاس. بيدي وصف لقاضي، القاضي اللي لابس لبس القضاء بتاعه ولابس الروب وواقف وهو يحكم النحاس. في تقديم الذبائح في خيمة الاجتماع في سفر الخروج كان بيتكلم على مذبح النحاس اللي فيه تقدم ذبائح الخطية والمحرقة مصنوع من نحاس. في العهد القديم الرب كان يقول للشعب إذا عصيتوا ولم تسمعوا لوصاياي فالسماء فوقكم تتحول إلى نحاس والأرض حديد. إذن النحاس دائما إشارة إلى الدينونة، وكأن المسيح فوق الصليب رفع الدينونة عن مين؟ عن اللي يبص بالإيمان إلى المسيح المصلوب ويطلب غفرانه وتحريره وفك قيوده وفتح أبواب سجنه. هنا نتحدث عن الخلاص. هذا هو خلاص المسيح الذي وصفه النبي أشعياء وصفا دقيقا. نفسي أنا عارف أن احنا حافظين الأصحاح، لكن نفسي أحبائي تاخد الأصحاح أشعياء 53 وتقراه وتفهمه وتدرسه كلمة كلمة. البعد الروحي اللي هتلاقي نفسك دخلت فيه غير عادي، مش مجرد كلمات بتقولها، لكن افهم المعنى وراء كل كلمة. السفر الذي كتب 700 سنة قبل مجيء المسيح ويصف الحدث تماما كما وصفه داود بروح النبوة، وكأن واحد واقف تحت الصليب بيوصف اللي بيحصل. هذه دقة إلهية مش شطارة إنسانية. ده مش واحد شاطر قدر يعمل حاجة ويكتب كلام مقنع، لا. الله الخارج عن حدود الزمن يضع بين أيدينا الأحداث والتفاصيل لكي يؤمن الكل به. من صدق خبرنا؟ النبوة بتاعتنا اللي كتبها أشعياء مين يصدقها؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ قوة الله الناس مش قادرة تفهمها. نبت قدامه كفرخ، فرخ يعني نبتة خضرة صغيرة، وكعرق من أرض يابسة. العرق يعني جدر، نبتة خضرة تطلع في أرض يابسة إزاي؟ هذا هو
عمل المسيح. وبعدين يقول لا صورة له ولا جمال، لا في شكل ولا جمال. ده تلميذي عمواس لما شافوه ما عرفوهوش، لأنه قام بصورة ممجدة. والمنظر اللي شافوه في الآخر عند الصليب كان لا منظر ولا جمال، لا صورة ولا جمال، فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه، وبالتالي كان محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع أمانه في سرز، تألم اتوجع ومختبر الحزن، اختبر الحزن وألم وضيق القلب جريف. اختبر كل ده، اختبر الخيانة من أقرب الأقربين، اختبر الترك من الآب السماوي، اختبر الجوع والعطش والتعب كابن الإنسان، اختبر الفقر، التقليع اللي طلعة name it and claim it and health and wealth، لا في health ولا في wealth، ده كذب، ليس هذا هو الإنجيل. أمال إيه الإنجيل؟ للثعالب أو جرة، ولطيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. مين ده؟ الفادية. من هذا المخلص؟ ما الذي فعله؟ أخذ مكاني. كيف يأخذ البار مكان المجرم؟ هذا قمة الحب الإلهي. كيف الذي لم يكن فيه خطية ولا في فمه غش يأخذ مكان الغشاش الخاطي؟ أنها البدلية الإلهية المستحيلة التي مرات كثيرة يرفضها العقل الإنساني، لكن وإحنا بنفتكر الصليب خلينا نفتكر ما فعل المسيح نيابة عني ونيابة عنك، وكيف أن كل شيء كان معد من الله من البداية ولم تكن مفاجآت، لكن هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، فاشترك في عملية الفداء الآب والابن والروح القدس. الذي اختارنا الآب فيه قبل تأسيس العالم، ونحن الذين افتدينا من خطايانا بدمه، الذي اشترانا بدمه، الذي قدم نفسه بروح أزلي، أدي الآب والابن والروح القدس. اوعى تفكر ان الآب كان منفصل عن الابن وسلم الابن والابن اضطرارا سلم ذاته للصليب، نهائي. دايما اقف قدام الآية الذي من اجل السرور الصليب سرور، الصليب سرور يا سيد، من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. أمال إيه السرور ده؟ ده السرور ده كان أنا وإنت وشعب وجسد المسيح في كل مكان، مستهينا بالخزي، استهان لأنه كان يرى نسلا تطول أيامه. فلنتذكر المسيح لا بالبكاء ولا بالدموع، لكن بالشكر والاعتراف بالجميل، بالفرح الحقيقي اللي عمرك ما هتسمع
إن موت يسبب فرح إلا موت المسيح. نصلي. نقف مع بعض ونقول يا إلهي أنا قلبي بيزود ليك يا حبل مسبوعا يا اللي مت بدالي. يا اللي مت بدالي وشايل كل أحمال في السماء بتشفع فيا، عمري ضاع واشتريته قلبي تاه ولقيته فتحت لعنيا. اللي مت بدلي وشايل كل احمالي في السماء تشفع فيا، عمري ضاع واشتريته قلبي تاه ولقيته فتحت لعنيا. I need.